السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا دكاتره؟ اخباركم ايه؟ معاكم دكتوره هنادي القط. بسم الله نبدا النهارده ان شاء الله اول محاضره معانا في الفيرولوجي. تمام، زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات انا كنت هبتدي في الجنرال او هكمل الجنرال بكتيريولوجي، بس لقيت ان ناس كتيره عايزه الفيرولوجي. تمام، فقلنا نبتدي فيه. تمام، طيب عايزين كده نشبه الاول البكتيريولوجي والفيرولوجي والاميونولوجي، تشبيه ما يروحش من دماغك خالص. تمام، طيب عشان نعرفكم ان احنا داخلين على الحته الحلوه في المايكرو، عندك البكتيريولوجي ده عامل زي عمتك. تمام، مع احترامي لكل العمات، يعني العمات مشهورين ان هم بيبقوا العمه حربايه. تمام، البكتيريولوجي دي هو عمتك الحربايه، اللي هي رايح فين جاي منين، ما تعملش ما تسويش، هي دي. تمام، الفيرولوجي ده بقى خالتك، الحتة الطرية، الحتة اللي هي جاية شبه أمك فأنت بتحبها. تمام؟ طيب الإميونولوجي بقى ده اللي في البتاع الوحش، ده بقى مرات أبوك، أعلى حاجة. مش هقول لك بقى مرات أبوك يعني إيه. تمام؟ طيب يبقى إحنا قدرنا نتغلب على تلتين البكتيريولوجي بفضل الله أولاً. تمام؟ طيب تعالوا دلوقتي نبتدي بقى في إيه؟ في الحاجة الحلوة السهلة البسيطة اللذيذة اللي ما فيهاش تعقيد البكتيريولوجي ولا كلكعة الإميونولوجي. تمام؟ هنبتدي في الفيرولوجي. كلنا أكيد عندنا خلفية عن الفيروس وبنسمع عنه، بسم الله ما شاء الله فيروس قد كده مش باين، مدوخ العالم كله حاليا. تمام؟ يعني إحنا دلوقتي بنشرح في وقت الوباء، وباء كورونا وكلنا عارفين طبعا. تمام؟ طيب تعالوا نبتدي بقى نشرح الفيرولوجي. طبعا الفيرولوجي مش زي الإيمونولوجي، الجنرال بتاعه مش كتير، حاجات بسيطة لازم ناخدها ونعدي عليها قبل ما نخش على أنواع الفيروسات ونتكلم على كل فيروس إيه بعينه. تمام، طيب أول حاجة في الفيرولوجي أو الحاجة المتعارف عليها أول ما تسمع كلمة فيروس، يعني إحنا بنتكلم على the smallest infectious agent. يعني إيه؟ هو مش أصغر حاجة على الإطلاق، لا، في حاجة اسمها بريان، البريان ده أصغر منه. تمام، وخد بالك البريان ده كاتيجوري غير الفيروس خالص. تمام، طيب انت عندك المايكرو اورجانيزمز او الاورجانيزم بنقسمها ايه، الاورجانيزمز بلاش المايكرو اورجانيزم، بنقسمها البروكاريوتيك كاريوتيك ويوكاريوتيك. البروكاريوتيك دي يعني بدائيه النواه. تمام، يعني حاجه النواه بتاعتها عندها يوني سيلولر، طبعا عندها خليه واحده. تمام، والايكاريوتيك اللي هو احنا منهم عندنا ايه، مالتي ايه سيلولر. تمام، صاحبك ده له برو ولا ايه؟ يعني له يوني سيلولر ولا هو مالتي سيلولر؟ يعني ايه؟ يعني اسيلولر، 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 ا يعني نو، عارفين طبعا، يعني ما عندوش خلايا. بمعنى ايه؟ طب انت عندك البرو كاريوتيك والايكاريوتيك الاثنين بيشتركوا في حاجه، ان هم عندهم ترو سيلز، ايا كان، حتى لو اليوني عندها سيل واحده بس ترو سيلز، صح كده؟ طيب لكن صاحبك ده لا، ده جروب خالص مختلف عن البروكاريوتيك والايكاريوتيك. تمام، طيب وكانوا زمان البريون او البريونز كانوا بيحطوه معاه على اساس ان هو تبعه. تمام، لكن الكلام ده مش صحيح، دي حاجه لوحديها، ده كاتيجوري لوحده خالص، ده مخلوق تاني خالص. تمام، زمان كانوا بيصنفوه على اساس ان هو فيروس، ده حاجه اسمها انفكشوس بروتين، ملناش دعوه بيه، مش فيروس متشال منه النيوكليك اسيد يبقى بريون، لا ملناش دعوه بيه خالص. تمام، طيب يبقى انا عند الفيروس ده جروب لوحده، كاتيجوري لوحده، حاجه مخصوصه كده، لا له دعوه بالبروكاريوتيك ولا الايكاريوتيك. البروكاريوتيك خدنا المثال عليها زي البكتيريا، والايكاريوتيك الالجي الفنجاي الحاجات كلها اللي احنا عارفينها. تمام، طيب صاحبنا ده كانوا بيقولوا عليه ان هو اصغر حاجه حجما قبل ما يكتشفوا ده اصغر منه. تمام، فاحنا بنقول دلوقتي ان الفيروس من اصغر الاورجانيزمات حجما. تمام، يعني the smallest infectious agent، من اصغر الايه الاورجانيزمات في الحجم، حجمه صغير قوي. واحد يقول لي يعني قد ايه؟ اقول له هتعرف دلوقتي، خلينا ماشيين نقطه نقطه. تمام، يبقى انا دلوقتي اول حاجه عايز اعرفها عن الفيروس ان هو the smallest infectious agent، اصغر من البكتيريا كمان. تمام، طيب دلوقتي هل يا ترى الفيروس ده بيصيبني انا كبني ادم بس، ولا هو بعيد يا رب متوغل ومش عاتق حد؟ لا بص بقى، ده عامل زي المنشار، طالع واكل نازل واكل، يعني بيقول لك infect all organisms in nature،
يعني ممكن يسيب اي اورجانيزمات موجوده في الطبيعه زي ايه؟ البكتيريوفيج. تمام؟ البكتيريوفيج ده بينطبق عليه مثال. المفروض ان البكتيريوفيج ده كان الدور عليه في الشرح المره دي، انا المفروض اشرحه لان ده جنرال. تمام؟ طيب حصل خير. البكتيريوفيج ده فيروس بيسيب البكتيريا، يعني ما امشي كده بمبدا كل قوي في الاقوى منه. مفيش حد يجي يفرض عليك عضلاته وتفتكر ان هو خلاص هو ده التوب، لا، بيجي الاقوى منه يهلكه. هي دي سنه ربنا في الارض، كل قوي في الاقوى منه. تمام؟ البكتيريا دي قويه، تمام، وبتعمل لنا امراض وتعبانه ومشاكل ومش عارف ايه، وربنا سلط عليها فيروس يلتهمها. تمام؟ اللي هم بيسموه البكتيريوفيج اللي هو ملتهمات البكتيريا. تمام؟ يروح يتسلط على البكتيريا ويعمل معها الغلط زي ما بتعمل معنا احنا كمان الايه؟ الغلط. تمام؟ ده نوع. تمام؟ عندك بلانت فيروس، عندك في فيروسز بتصيب البلانتس. تمام؟ وعندك في انيمال فيروسز اللي هي بتصيب الانيمال وبتصيبنا احنا كمان، بتصيب الانيمال والمانز. تمام؟ يعني عندك الفيروس يا اما يسيب البكتيريا اللي هي اللي احنا بنقول عليها القويه اللي بنخاف منها. تمام؟ احنا ما نخافش من ربنا، يعني ما نخاف من الامراض اللي بتعملها. تمام؟ يا اما فيروس بتسيب البلانت، يا اما فيروس بتسيب الانيمالز ومنها احنا كمان وبتصيبنا احنا كمان. تمام؟ وده اللي يهمنا. طيب كده عرفنا ان الفيروس ده سمولست انفكشوس ايجنت. تمام؟ في صفات تانية لازم نعرفها بس هنخليها دلوقتي ونتكلم عليها مع بعضيها. تمام؟ طيب يبقى قلنا ان هو واحد من اصغر الكائنات. تمام؟ لان البرينز ده اصغر منه. تمام؟ كنا زمان بنعتبره اصغر حاجه. وبعد كده قلنا ان الفيروس تقدر تانفكت اول اورجانيزمز ان نيتشر، كل الاورجانيزمات في الطبيعه. بكتيريوفيج يسيب البكتيريا، البلانت فيروس يسيب البلانتس، الانيمال فيروس يسيب الانيمالز والمان. تمام؟ طيب تعالوا كده سريعا نقارن بين الفيروس والبكتيريا، او نقول الفيروس بيختلف عن البكتيريا في ايه. هنضرب عصفورين بحجر، هنقول صفات البكتيريا وهنقول الاختلافات بتاع، هنقول صفات اسفل الفيروس وهنقول بيختلف عن البكتيريا في ايه. يبقى عملنا مقارنه وبرضه في نفس الوقت قلنا صفات الايه، الفيروس الجديده اللي المفروض ان احنا ايه نعرفها. تمام؟ طيب تعالوا نشوف. بيقول لك الفيروس بيختلف عن البكتيريا في ايه. ان ذا فولوينج، اول حاجه بيقول لك الفيروس فيري سمول ان سايز. ايه ما انت قلت لي عليها. تمام؟ لا خد بالك، هو في نقاط كده ما ينفعش تعدي ونمر عليها مرور الكرام. ما هو اكيد لما يبقى الحاجه دي لو انت مثلا بتتميز بحاجه معينه اكيد بيترتب عليها اشياء. تمام؟ يعني مثلا فلان الفلاني نشيط، بيترتب عليه ان انا ايه، لا لازم اتعامل معاه بطريقه معينه، لازم اديله مواعيد واجي في مواعيدي مظبوط، لازم مش وهكذا. تمام؟ طيب الفيروس ده بيقول لك فيري سمول ان سايز، يعني لحد فين؟ بيقول لك بص بقى الرينج بتاعه من 20 ل 300 نانومتر. نانو؟ خد بالك، 1 مايكرومتر يساوي 1000 نانومتر. تمام؟ يعني النانومتر اصغر 1000 مره من المايكرومتر. تمام؟ طيب شفت حجمه صغير ازاي؟ يعني في فيروس من 20 نانومتر، من 20 ل 300. طيب تفتكر كده بناء على الرقمين اللي انا قلتهم لك، مش مطالب ان انت تحفظهم طبعا، بس المفروض تبقى عارفهم، يعني من 20 ل 300 نانومتر، من اصغر حاجه لاكبر فيروس. تمام؟ طيب لو انا قلت لك ان الفيروس اللي قدامي ده 20 30 100 150 نانومتر، هل يا ترى بالعقل كده اقدر اشوفه بالميكروسكوب العادي بتاعي؟ واحد يقول لي اكيد لا. طبعا اكيد لا، احنا قلنا الفيري السمول سايز ده اكيد بيترتب عليه اشياء بتخليه يختلف عن باقي الكائنات، صح كده؟ تمام؟ والا ما كنا ذكرناها في الاول، يعني لما تلاقي حاجه بتتذكر لك في اول ما تفتح الصفحه كده او اول ما تبتدي الشرح اعرف ان الحاجه دي بيترتب عليها حاجات تانية. تمام؟ طيب فهنا بيقول لك بما انه صغير فاول حاجه ان انا ما اقدرش اشوفه بالميكروسكوب العادي. يعني ايه؟ يعني ما اشوفوش الا بالالكترون مايكروسكوب مع وان اكسبشن اللي هو البوكس فيروس، لان حجمه كبير اقدر اشوفه بالميكروسكوب العادي. لكن ان جنرال في العادي او في العموم لازم اشوفه بالالكترون مايكروسكوب. ناتج عن ايه؟ عن ان هو فيري سمول ان سايز. دي اول حاجه. تمام؟ احنا لسه بنتكلم في اول نقطه، والاول نقطه دي بترتب عليها ثلاث اشياء.
تمام. اول نقطه بيختلف عن البكتيريا ان هو very small in size، اصغر من البكتيريا. طب بناء على انه صغير يترتب على الحجم بتاعه ده او السايز بتاعه ان هو ما بيتشافش بالميكروسكوب العادي، لازم له الكترون ميكروسكوب. تمام. طيب ما عدا البوكس فيروس اللي كسبت اللي هو البوكس فيروس لان حجمه كبير اقدر اشوفه بالميكروسكوب العادي. تمام. طيب تاني حاجه، انت دلوقتي عايز تعقم فلويد، يعني ايه؟ الانتيبيوتكس مثلا، الهرمونز، الفيتامينز، الحاجات اللي بناخدها، العلاج، هو مش الحاجه اللي انت بتاخدها دي الانتيبيوتك اللي موجود في الانبول السائل ده، الفلويد ده، هو مش ده المفروض يبقى متعقم؟ بيتعقم ازاي؟ انا ما المفروض اعقمه لا يبقى فيه لا بكتيريا ولا فيروس، والا انا كده مش هعالج المريض ده، انا كده همرضه. تمام. لما اديله الانتيبيوتك وهو فيه فيروس او بكتيريا انا كده بضيعه، صح؟ يبقى انا لازم اعمل له ايه؟ استريلايزيشن، اعقمه. طب اعقمه ازاي؟ عن طريق الفلتريشن. تمام. عندنا في حاجه اسمها بكتيريال فلتر او البكتيريا ايه فلتريشن. تمام. عندك صاحبك ده يعدي من البكتيريا فلتر، الفلتر اللي بفلتر بيه البكتيريا اللي هو ورقه فلتر بيبر ليها بور سايز معين. تمام. لو صبيت عليها الفلويد البكتيريا تتحجز لكن الفيروس ينزل. ليه؟ اصل الفيروس حجمه اصغر من البكتيريا. تمام. يبقى انا لما اجي اعمل فلتريشن لازم اراعي البور سايز، ومن هنا عندي تو بور سايز للفلتر. تمام. اول واحد فيهم اللي هو 0.45 مايكرومتر والثاني 0.22 مايكرومتر. تمام. طيب ده لو انا عايزه اعقم الفلويد اللي قدامي من البكتيريا بس، انا ضامن ان هو ما فيهوش فيروس. تمام. ما فيهوش فيروس هعديه من الفلتر بيبر، البور سايز بتاعتها كده. تمام. طيب واحد يقول لي لا انا بصراحه مش عارف هو في فيروس ولا لا، لا يبقى انا اجيب فلتر بيبر البور سايز بتاعتها اصغر، ها، من اصغر فيروس. ليه؟ بحيث ان هو اصغر فيروس يتحجز فوق ما ينزليش، صح كده؟ وانا لما صب الفلويد بتاع الفلتر بيبر دي البكتيريا والفيروس يتحجزوا تحت والفلويد بتاعي ينزل سترايل، يتعقم، اقدر اتعامل بيه بعد كده. تمام. طيب يبقى انا دلوقتي لما 0.45 مايكرومتر دي ما نفعتنيش، ده البكتيريا الفلتر العادي. طب لو انا عايز اعمل بقى اجيب حاجه اضافيه او حاجه اعلى اسميها ايه؟ الترا فلتريشن، صح كده؟ الترا يعني حاجه ايه؟ حاجه زياده، صح كده؟ يبقى انا البور سايز بتاعه الفلتر بتاع البكتيريا الفلتر العاديه 0.45 مايكرومتر، لا ده انا عايز حاجه بقى الترا، حاجه اعلى، او ما اجيب فلتر البور سايز بتاعتها 0.22 ايه مايكرومتر. ليه؟ تحجز لي كل حاجه بقى، وبالفلويد ينزل لي ايه؟ ينزل لي سترايد، متعقم، ما فيهوش حاجه، اقدر اتعامل بيه واقدر كده اعبيه واتعامل بيه كده وعادي. تمام. لكن ما ينفعش يبدا تدي للناس حاجه مش متعقمه، انت كده هتمرضهم، مش ايه، مش هتعالجهم. تمام. طيب يبقى انا عندي كده في نقطتين قلناهم بناء على الفيري سمول ان سايز. اول حاجه ما بشوفوش الا بالالكترون ميكروسكوب، وطبعا عندي اكسبشن اللي هو البوكس فيروس لان حجمه اكبر اقدر اشوفه بالميكروسكوب العادي. تاني حاجه الالترا فلتريشن، الفلتر العادي اللي انا بعدي منه البكتيريا لا ما ينفعنيش لان الفيروس هينزل، عايز فلتر البور سايز بتاعته اصغر عشان تحجز لي الفيروس كمان. طيب تالت حاجه واخر حاجه بتترتب لي على ان هو فيري سمول ان سايز ايه بقى؟ انت دلوقتي مثلا جات لك السامبل دي اللي قدامك دي وارد ان يكون فيها بكتيريا فيروس، انت ما انتش عارف، صح كده؟ طيب انا عايز اعمل ديبوزيشن للبكتيريا بتاعتي او الفيروس بتاعي واخده عشان اشتغل بيه، صح كده؟ طيب كلنا عارفين السنترفيجيشن، صح كده؟ اللي هو البتاع اللي عامل زي الحله ده كده وفي خرام وبنحط الانابيب وبيشتغل، تمام، وبيفصل لك الحاجه. طيب انا دلوقتي السنترفيجيشن العادي بتاعنا السرعه بتاعته من 3000 ل 5000، من 3000 ل 5000 RPM، RPM اللي هو روتيشن بير مينت، تمام؟ طيب يعني بيلف 3000، من 3000 ل 5000 لفه في الدقيقه، تمام؟ ده السنترفيجيشن العادي بتاعي. حطيت السامبل بتاعتي وشغلت السنترفيجيشن، طلعت العينه لقيت سوبر نيتنت فوق، ودي ايه؟ ودي كومبوزيشن، تمام؟ لا دي بوزيشن اسفل، دي بوزيشن اللي هو الراسي اللي تحت، تمام؟ السنترفيجيشن العادي ده يقدر يرسب لي البكتيريا، لكن ما يقدرش يعمل لك انت في الفيروس. ليه؟ اصل الفيروس حجمه صغير قوي، اصغر من البكتيريا اللي اترسبت دي، فيفضل سسبندد، متعلق. طب انا كده مش عارف اوصله.
طب وما اعمل ايه بقى؟ اجيب الحاجة اللي فوق السنترفيجيشن عادي، اجيب ايه؟ الترا سنترفيجيشن. تمام اهو الترا سنترفيجيشن، اضرب الرقم ده في 10 اضعاف، يعني ايه؟ يعني 30,000 ها ل 50,000. من 30,000 ل 50,000 لفة في الدقيقة اللي هو البي ار ام. ليه؟ عشان خاطر اقدر اعمل ديبوزيشن للفيروس بتاعي. تمام؟ طيب يبقى انا عندي هنا الفيروس فيرست مول انسايز، ترتب عليه ثلاث حاجات مقدرش اشوفه ولا بالالكترون الميكروسكوب. تاني حاجة ان انا لازم اجيب له الترا فلتريشن، يعني اجيب له فلتر البور سايز بتاعته اصغر من اصغر فيروس عندي عشان ما يعديليش اي حاجة. تمام؟ تالت حاجة ان انا ما ينفعش اعمل له ديبوزيشن في السنترفيجيشن عادي، لازم اعمل له الترا سنترفيجيشن، بدل من 3000 ل 5000 ار بي ام في الدقيقة، لا يبقى من 30,000 ل 50,000 روتيشن بيرمننت لفة في الدقيقة. تمام؟ عشان اقدر اعمل ديبوزيشن للايه؟ للفيروس بتاعي. تمام؟ طيب ده كان اول نقطة اتكلمنا عنها، ان الفيروس بيختلف عن البكتيريا ان هو حجمه صغير قوي، وقلنا بيترتب كده على كده ايه؟ تاني حاجة بص بيقول لك ايه؟ only one type من النيوكليك اسيد. يعني ايه؟ بص بقى، انت عندك الفيروس ده شبهه بالظبط كده زي المدير الفاشل. مدير فاشل مش ناجح؟ ده فاشل. بص بقى، كل اللي حلته في الدنيا منصبه والاوضه اللي فيها المكتب بتاعه. تمام؟ الاوضه اللي فيها المكتب دي هنشرحها بعدين في الاستراكشر. منصبه تمام، يخش هو بس منصبه مدير، انت اعمل وانت اعمل وانت اعمل وانت اعمل، بس كده هو ده اللي بيعمله، يدي اوردرز. تمام؟ تيجي بقى تشوف امكانيات، لا امكانياته ضعيفه اصلا، تقول له اعمل ما يعرفش. عندك ده بيقول لك ما بيشيلش الا وان نيوكليك اسيد واحد، وان تايب. يعني ايه؟ يعني يا ار ان ايه، بص بقى، اور وحط 100 خط تحت اور، دي ان ايه. مستحيل يكون اند ابدا، نيفر بوث، مستحيل يكون الاثنين موجودين مع بعض في فيروس واحد. يعني ايه؟ يعني هو يا دي ان ايه يا ار ان ايه، الاثنين مع بعض. لا ليه؟ ده انا بقول لك مدير فاشل، ده لا عنده سيتوبلازم ولا عنده رايبوزوم ولا بيعرف اصلا يعمل بروتين سينس، ما بيعرفش يعمل بروتين سينس، وما عندوش ترانسفير دي ان ايه. تمام؟ وما عندوش وما بيعرفش يعمل ام ار ان ايه، ولا بيعرف يعمل اي حاجه اصلا. تمام؟ ده كائن عالي على المجتمع، ما بيعرفش يعمل اي حاجه، كل اللي زي ما قلت لك كده مدير فاشل، يخش الخليه اعملي لي اعملي لي اعملي لي بس، وهو قاعد باشا ما عندوش اي حاجه. تمام؟ وهنعرف هو عنده ايه، بس حاجتين بس اللي عنده. تمام؟ طب يبقى هنا ممكن خد بالك، دي بقى بتجي لك في الاسئله، يقول لك ايه الفيروس عندها دي ان ايه اند ار ان ايه. تمام؟ تروح انت معديه عليك وتعمل مثلا صحه او تختارها او اي حاجه، لا بص، اور او يا ده يا ده، نيفر بوث، الاثنين مع بعض مستحيل، ما ينفعش. تمام؟ يا ار ان ايه يا دي ان ايه، اصلا ده زي ما قلت لك عالي على المجتمع، ما عندوش اصلا الاكسسوارز بتاعت السيلز، هو ما عندوش سيلز اصلا. تمام؟ ولا بيعرف يصنع ولا بيعمل يعرف يعمل بروتين سينس، ده اصلا نو ميتابوليك اكتيفيتي، ما بيعرف لا يعرف يعمل بروتين ولا يعرف يعمل اي حاجه، هو بس يخش الخليه يقعد يتامر ويتشرط ويعمل لي ويسوي لي، والخليه الغلبانه هي اللي بتعمل كل حاجه وهو قاعد بس. تمام؟ طيب يبقى هنا النيوكليك اسيد بتاعه يا ار ان ايه يا دي ان ايه، نيفر بوث، وبكررها لان اغلبكم بيقع في الخطا ده. تمام؟ طيب بص بقى بيقول لك ايه، اوبليجاتري انتراسيلولار. طبيعي بما انه عمالين نقول عاله ومدير فاشل ومش عارفه ايه، صاحبنا ده يعني لازم يعيش جوه ليفنج سيلز. جوه ليفنج سيلز؟ يعني ايه؟ يعني ما يعرفش يعيش من غير ليفنج سيلز، ما يعرفش ليه يعمل ريبليكيشن، ما عندوش اصلا اي حاجه تساعده على ان هو يعمل ريبليكيشن، زي ما قلت لك نو ميتابوليك اكتيفيتي. يعني ايه؟ بص يا سيدي، انت عندك الاورجانيزمات وعلاقتها بالخلايا بتاعتنا، يا اما الاورجانيزم ده يكون اكسترا سيلولر يا اما انترا سيلولر. اكسترا سيلولر يقدر يعيش خارج الخلايا عادي براحته بقى والدنيا معاه، ما مش مهم مش فارق معاه. تمام؟ ده الاغلب البكتيريا. لكن انترا سيلولر ده بينقسم لقسمين، يا اما فاكولتيتيف يا اما اوبليجاتري. تمام؟ اوبليجاتري انترا سيلولر زي ده، ده ما يقدرش يعيش الا جوه الخلايا، لازم يخش جوه، لازم يخش جوه ليفنج سيلز، لازم ما يقدرش يعيش الا جوه ليفنج سيلز، او ما يقدرش يعمل ريبليكيشن، او هو ما بيعرفش يعمل ريبليكيشن اصلا، ده هو بيخش جوه ليفنج سيلز عشان يخليها هي اللي تعمل له الطلبات بتاعته.
تمام. طيب وعندك الفاكولتاتيف انترا سيلولار دي زي انواع من البكتيريا، فاكرين التيبي؟ مش قلنا ان هو يقدر يعيش اكسترا سيلولار، لكن وانس ان هو دخل جوه والماكروفاج عايز تقتله يروح يقاوم القتل ويقدر يعيش جوه، تمام. ده بمثابه فاكولتاتيف، يقدر يعيش بره او جوه، لكن ده لازم يعيش جوه. ابليجاتري انترا سيلولار نو واي، تمام. طيب وقلنا كده الفرق بينه وبين البكتيريا، صح؟ قلنا ان اغلب البكتيريا اكسترا سيلولار، وفي منها فاكولتاتيف انترا سيلولار، وفي من البكتيريا اوبليجاتري انترا سيلولار بس يعني فيو اللي هم كانوا فيروس كنا فاكرينهم فيروس وبقوا بكتيريا زي الكلاميديا الريكيتسيا، تمام. طيب بيقول لك كان نوت بي كالتيفيشن على الارتفيشال ميديا، طبيعي منطقي جدا، منطقي جدا جدا جدا. يعني راجل بال زي ما بنقول كده بال بعدم الامكانيات دي كلها، وان هو ما بيعرفش يعيش لوحده ولازم يتكل على حد ومش عارف ايه، ما اقدرش ازرعها على الارتفيشال ميديا. اصل الارتفيشال ميديا دي ايه؟ ده بكتيريا عندها عضلات، عندها السيل بتاعتها، عندها السيل بتاعتها، عندها السيتوبلازم، عندها الريبوزوم، عندها تقدر تعمل، انت يا دوبك بس بتغذيها عشان تقدر تقوم تعمل ايه الشغل بتاعها. لكن اصلا هو ما بيشتغلش، فانت هتغذيه ازاي؟ يعني هو مثلا هيقول لك ايوه انت حطيت لي اكل، طب وبعدين؟ ومين اللي قال لك ان انا عايز اكل اصلا؟ امال ايه؟ يا عم انا جاي اشرف بس، انا جاي اقول لك ده اعمل واعمل وانت اعملي وانت اعملي، انا جاي بس احط زيتنا في دقنا واحط الدي ان ايه بتاعي، اعمل له انتجريشن مع الدي ان ايه بتاع الخليه، واقعد بقى كده سلطان زمانيه اقول لها عامليني زي ما بتعامل الخليه بتاعتها، يعني اعملي لي بروتين واعملي لي دي ان ايه نيوكليك اسيد، اعملي لي وجمعي لي وطلعي لي فيروس كامل مش عارف بس، تمام. فطبيعي ان انت لو حطيت له غذاء هيتغذى على ايه؟ هو اصلا نوم ميتابوليك اكتيفيتي، ما عندوش ميتابوليك اكتيفيتي، هيتغذى عشان يقوم يعمل ايه؟ فطبيعي ان هو مش هيطلع على ارتفيشال ميديا، صح كده؟ يبقى هو يوم ما ازرعه، يوم ما عايز ازرعه على اللي هو الايه؟ امبرينيت ايج، اللي هو البيض اللي بيبقى جواه جنين، بيبقى جواه كتكوت لسه صغير اللي هو الجنين، يا اما ازرعه على ليفنج سيلز، يا اما ازرعه تيش كلتشر، صح كده؟ الحاجات اللي هي الليفنج اللي تقدر تديله اكتر ما تاخد منه، صح كده؟ اللي تقدر تعمله وتنفذ له اوامره، تمام. طيب بيقول لك ايه؟ ار نوت سستبل تو انتيبيوتيك، طبيعي برضو، طبيعي. يعني اللي انت بتقوليه دول النقطتين الاخرانيين دول منطقيين جدا على الثلاث نقاط اللي اتقالوا. ليه؟ انا دلوقتي بقول لك ان الفيروس ده ولا حاجه، ما عندوش الحاجات بتاعه الخليه ولا سيتوبلازم ولا رايبوزوم ولا 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 بيقدر يعمل بروتين سينسيز ولا اي حاجه، تمام. طيب انا هديله دلوقتي انتيبيوتيك. طيب الانتيبيوتيك ده مش ليه تارجت؟ هو الانتيبيوتيك ده احنا بنديه عبثا كده؟ مش احنا الانتيبيوتيك ده بيخش لتارجت لهدف معين يقضي عليه او يعمله وخلاص كده؟ طيب انا بدي الانتيبيوتيك في اربعة تارجت الانتيبيوتيك بيستهدفه، يا اما السيل وول، هو صاحبنا ده ما عندوش سيل وول اصلا. طب السيل ميمبرين؟ والله ما عنده، لو عنده انا اخبي عليكم ليه؟ طب الريبوزوم؟ ما عندوش، ما بيعرفش يعمل بروتين سينسز اصلا. طب الدي ان ايه؟ ما تقوليليش بقى، طب ما انت بتقوليلي ان هو اصلا كله على بعضه نيوكليك اسيد يعني وحواليه شويه بروتين، تمام. طب ما انا ادي بقى الانتيبيوتيك عشان يخش يضرب الدي ان ايه. طب ماشي انا معاك، هو مش الدي ان ايه اصلا بتاع الفيروس دخل جوه الدي ان ايه بتاع البكتيريا، تمام. طيب انت هتخش مش هتضرب الدي ان ايه، ده انت هتمنع تكوين الدي ان ايه، تمام. طب انت كده ما بتضرش الفيروس، الدي ان ايه اللي شغال ده بتاع الخليه، يبقى انت كده داخل تدمر البكتيريا الخليه، مش داخل تدمره هو. هو عادي يا عم ما تموت الخليه مش مشكله، انت حر، انت كده اللي بتخسر. يبقى الانتي بايوتيك ما ينفعش استخدمه في حاله الفيروس، في حاجه اسمها انتي فايرال، تمام. الانتي بايوتيك لا، الانتي بايوتيك ده خاص بالبكتيريا. ليه هنا ما ينفعش استخدم الانتي بايوتيك؟ لان هو لاك اوف تارجت، ما فيش تارجت يخش يعمل عليه الايفكت بتاعه. هو لا سيل وول موجود ولا سيل ممبرين موجود ولا البروتين سينس موجود ولا الدي ان ايه، انا مش داخل اضرب الدي ان ايه امنع الدي ان ايه بتاع الفيروس، ده انا همنع التكوين الدي ان ايه بتاع الخليه، يبقى انا كده بضر نفسي، صح كده؟ يبقى الانتي بايوتيك ما ينفعش استخدمه لان ما فيش تارجت يخش يشتغل عليه، تمام. يبقى انا هبدل الانتي بايوتيك بالانتي فايرال، وهيجي وقتها وهنقولها ان شاء الله، تمام. طيب يبقى دي الخمس حاجات اللي البكتيريا او الفيروس بيختلف فيها البكتيريا. اولا الفيروس صغير جدا وبيترتب عليه الثلاث حاجات اللي قلناهم، لازم يكون في نوع واحد بس من النيوكليك اسيد، نيفر بوث وبكررها. ثالث حاجه ان هو اوبليجاتري انترا سيلولار. رابع حاجه ان هو ما ينفعش يزرع على الارتفيشال ميديا، يا اما تيشو كلتشر يا اما امبريونيت ايج يا اما ليفنج سيلز.
واخر حاجه عندي ان هو ما اقدرش اعالجه بالانتي بيوتيك لان ايه لاك اوف تارجت، مفيش التارجت اللي الانتي بيوتيك بيقدر يعمل الافكت بتاعه عليه. تمام. طيب تعالوا نبتدي في الفيرال ستراكشر، هناخد النهارده جزء واحد بس منه وهنكمل مره الجايه ان شاء الله. تمام. طيب الفيروس بقى اللي مغلب العالم كله ومغلب الدنيا، صدقوني هو مش الفيروس اللي مغلبنا ولا اي حاجه، ده ابتلاء من ربنا لينا عشان يعرفنا قد ايه احنا ضعفاء ولا نسوى شيء اصلا، ولا احنا ولا علمنا اللي احنا بنتعلمه ده. تمام. بدليل ان حته الفيروس ما بيتشافش بالالكتروميكروسكوب عمال يوقع في الناس زي ورق الشجر. تمام. بيوقع الناس كده وهي ماشيه، ده ابتلاء من ربنا. وانا عايزه افهمكم حاجه في النقطه دي، يعني اللي مكتوب له يموت هيموت، يعني اللي مكتوب له يموت في الوباء دلوقتي هو كان مكتوب له يموت اصلا، اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون، ما حدش لا بيتاخر ولا بيتقدم على الميعاد. فنهدى كده ونسلم لاقدار ربنا وناخد احتياطنا وناخد بالاسباب وسيب الاقدار تمشي زي ما هي عايزه. كل واحد مش هياخد اكتر من نصيبه، لو واحد ليه شربت ماء في الدنيا لسه مش هيموت الا لما ياخدها. فنهدى كده ونعمل اللي علينا ونسيب الباقي على ايه؟ على ربنا. طبعا ربنا قادر ان هو يهلك كل شيء، لان ربنا زي ما خلقنا خلق كل المخلوقات وكل حاجه. تمام. فدع الخلق للخالق وخلى ربنا يمشيها زي ايه؟ زي ما هو عايز، ونشوف الدنيا هترسل ايه. بس ان شاء الله ربنا يكرمنا والوباء ده هيعدي بخير وما نفقدش احبابنا، دي اهم حاجه. تمام. طيب تعالوا نشوف الفيرال بقى اللي مدوخ العالم بقى، ده عامل زي الشاب الروش اللي مدوخ البنات ورا. تمام. طيب الفيروس ده عباره عن جزئين، ايه بقى؟ نيوكليك اسيد جوه وحواليه بروتين كود، زي الكود ده اللي هو المعطف، احنا بنقول عليه بالترجمه بتاعته معطف. عارفين في الشتاء المعطف اللي هو الجاكيت اللي بيبقى الطويل ده اللي هو التقيل ده، هو ده الكود. حضرتك جوه الدي انت الدي اي انت النيوكليك اسيد، والبروتين كود هو الكبسول. بس شايفين البساطه والسهوله؟ شايفين الفيروس اللي مدوخ العالم كله حتتين ما لهمش، يعني لا ليهم ثلاث بس هنقول يعني في الجنرال حتتين. تمام. اللي هو نيوكليك اسيد اللي هي ار ان اي دي ان اي، وحواليه بروتين كود اللي هي الكبسيد بتاعته اللي هي مغطيه. تمام. دول الطبقتين اللي موجودين او الحاجتين اللي موجودين. في طبقه زياده بقى في بعض البكتيريا اسمها انفلوب. انفلوب اللي هو الغلاف، يعني ايه؟ متغلف، حاطط نفسه جوه شويه. تمام. بعد ما الراجل دي لابس الهدوم بتاعته اللي هي دي النيوكليك اسيد وحاطط البروتين كود، راح تلف بشويه. تمام. والشوال بقى فيه خرام كده طالع منها حاجات عشان يعرف يتعامل بقى، صح كده؟ تمام. يبقى انت عندك الفيروس يا اما النيوكليك اسيد بتاعه، تمام، اللي هو ده اللي جوه ده اهو النيوكليك اسيد اللي انا عاملاه ده، طبعا الرسمه فظيعه بس مضطرين بقى، ادي النيوكليك اسيد تمام، وادي الكبسيد حواليه اهو. تمام. وكلهم الاثنين دول على بعض اسمهم النيوكليك اسيد. تمام. او اسمهم ايه؟ ها فريون. ها اللي هي ايه؟ فريون. اللي هي الفريون ده اللي هو ايه؟ اللي هو كومبليت فيروس بارتيكلز، يعني ايه؟ الوحده الواحده من الفيروس. وضحي لي، عندي فراوله ودي فراوله، عندي مانجا ودي مانجايه، مانجا فيروس، مانجايا فريو. تمام. فراوله الفيروس، فراولايا الفريو. تمام. اللي هو الايه؟ الفريو. تمام. هو بقى الفريو ده هو الكومبليت فيروس بارتيكلز، يعني الوحده الواحده من الفيروس، بس وحده كامله، يعني نيوكليك اسيد وحواليها البروتين كود. تمام. مش ناقصه، لا انفكشوس كمان، هي دي تبقى انفكشوس. تمام. لانها وحده كامله من الفيروس ما فيهاش اي نقص، يعني نيوكليك اسيد ومتحاط بالبروتين كوت اللي هو الكبسيد. تمام. طيب نبقى نقول على سريعا كده الاستراكشر، وهنمسك كل واحد نفصصه ونقول فيه اللي احنا عايزينه. تمام. يبقى اول حاجه الفريون اللي هو الكومبليت فيروس بارتكلز، اللي هو كونسيست اوف، بيتكون من ايه؟ الجينوم، اللي هو يا الدي ان ايه يا الار ان ايه، وبكررها 100 مره نيفر بوز. في ناس بتزعل ان انا بكرر، تمام، بس احيانا التكرار بيثبت الحاجه عندك، وبعدين انا ما باخدش وقت طويل قوي في التكرار، يعني باخد الحاجه على اوجاتها. تمام. طيب يبقى هنا الجينوم يا اما ار ان اي يا اما ايه؟ دي ان اي. طيب الكبسيد اللي هو البروتين كوت اللي بره، وقلنا في بعض الفيروسز فيها طبقه زياده اللي هي الانفلوب اللي هو الغلاف اللي بره، الشوال اللي لبسه الفيروس. هيلبس شوال، طب ما هو عايز يتنفس، هيعمل ايه؟ هيخرم خرم كده ويروح مطلع ماسوره من هنا، او شفاطه ياخد بيها النفس، هيخرم خرم كده عشان يطلع ايده،
دي اسمها جلايكوبروتين سبايكس، حاجات كده بيخرجها سبايك زوائد بيخرجها زي فيروس الانفلونزا. ولما نوصلها هنشوف ان شاء الله، احاول ارسمه لكم برده يعني بما اني ضليعه في الرسم فهرسمه لكم. تمام؟ يبقى احنا عندنا الفيروس بيتكون من ثلاث حاجات، تمام؟ يا اما الفرين اللي هو بيتكون الجينوم اللي هو الار ان اي دي ان، يا اما الكبسه دي، يا اما الانفلونزا. تعالوا نبتدي بالنيوكليك اسيد، تعالوا كده ناخده كده بشيء من التفصيل على الريق كده مع بعض ونفهم. تمام؟ طب الفيرال نيوكليك اسيد، بما اني بتكلم على نيوكليك اسيد يبقى دي جينيتك ماتيريالز عادي، ما قلتش حاجه جديده يعني. طيب الجينيتك ماتيريالز دي يا تكون ار ان اي، وبكررها للمره يا دي ان اي، نيفر بوث، مش الاثنين مع بعض. تمام؟ طيب دي اول حاجه. طيب بما اني بقول بقى ار ان اي ودي ان اي، الطبيعي اللي احنا نعرفه ايه؟ ان الدي ان اي يوجوالي دبل ستراند. تمام؟ ليه بتقولي لي يوجوالي وتعملي لي كده يعني؟ بص اصل كل حاجه فيها اكسبشن. تمام؟ يعني معنى ان انا اقول لك يوجوالي يبقى انا ما فتحتها لكش على الاطلاق وقلت لك الدي ان اي از دبل ستراند. ما انا لو ما قلتش يوجوالي معنى كده ان كل الدي ان اي يبقى دبل ستراند، لا. طب انا عندي الدي ان اي يوجوالي الطبيعي بتاعه هو دبل ستراند، بس هل فيما يمنع ان هو يكون سنجل ستراند؟ لا مفيش. يعني ممكن الدي ان اي يكون سنجل ستراند، وعندي مثال لكده البارفو فيروس. عندك الدي ان اي دبل ستراند الطبيعي، الاكسبشن بتاعك البارفو فيروس ده سنجل ستراند، دي ما تحفظوش كده كده هنجيله وهنعرفه. تمام؟ طب بس انت لو ركزت فيهم هيسهلوا عليك بعد كده. تمام؟ يبقى انت عندك الدي ان اي الطبيعي بتاعه ان هو دبل ستراند، بس في اكسبشن البارفو فيروس ده سنجل ستراند، سنجل ستراند دي ان اي. طيب الار ان اي يوجوالي سنجل ستراند، طب هل يوجد ما يمنع ها ان يكون الار ان اي دبل ستراند؟ لا. يعني هو الار ان اي سنجل ستراند، لو لقى الكومبلمنتري بتاعه يقول له لا ابعد يا وحش انا مش هاجي جنبك انا سنجل، لده ما هيصدق يبقى كابل على طول ويشد فيه يبقى كومبلمنتري ستراند. تمام؟ يبقى دبل ستراند. لقى الكومبلمنتري، لقى النص الحلو بتاعه يقول له لا ده هيفضل جابه ولازق فيه، صح كده؟ ما عندك السنجل ستراند اليوجوالي في الار ان اي ان هي سنجل ستراند، لكن في اكسبشن ممكن تكون دبل ستراند، وعندي زي الروتا فيروس ده دبل ستراند ار ان اي. تمام؟ في نقطه بقى عايز اوضحها عشان بيبقى فيها لخبطه كتير. بيقول لك ايه؟ في ليبل كده او مارك بتكون على الستراند بوزيتيف او نيجاتيف، تاخدوا بالكم منها؟ تبص تلاقي الاستراند معمول ومكتوب على بوزيتيف ومش عارفه الاستراند ده معمول مكتوب على نيجاتيف ومش عارفه ايه. ايه يا عم موضوع بوزيتيف ونيجاتيف دي؟ بيقولوا على الاستراند ده نيجاتيف سينس او نو سينس وده بوزيتيف سينس. ايه يعني ده بيحس وده ما بيحسش؟ لا 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 لا. بص يا سيدي بطريقه سهله وبسيطه وهتثبت في دماغك. صاحبنا ده النيجاتيف ده، انا بس عايزه ايه؟ مسحبكم كده عشان اكتبها لكم تبقى واضحه. ادي الاستراند ده بوزيتيف وده نيجاتيف، تمام؟ صاحبنا ده شايل الشفره معوجه، معوجه حتى كمان الاستراند فيه معوج. والله كل حاجه فيها العوج. عندك الاستراند ده نيجاتيف، نيجاتيف سنس يعني ايه؟ يعني شايل الشفره بتاعته معوجه معكوسه. ازاي؟ هو انت دلوقتي مش لازم الشفره دي تكون معدوله عشان خاطر تروح تترجم وتديني البروتين المطلوب، ولا تروح تترجم وتديني حاجه غلط؟ لا، لازم تكون معدوله. طيب قبل ما اقول لك المثال اللي هيوضح لك، كل حاجه في الدنيا لازم يكون لها لغه الناس بيعرفوا يتفهموا بيها. احنا مثلا بنتفهم باللغه العربيه، غيرنا بيتفهم باللغه الانجليزيه، غيرنا بيتفهم بالاسباني، الايطالي، الصيني، كل واحد له لغه، وكل لغه ليها حروفها اللي بتتجمع جنب بعض وتعمل كلام مفهوم. طب اللغه بتاعت الجينيتكس ايه؟ ايه اللغه بتاعت؟ عندهم اربع حروف بس اللي هم الاي تي الجي السي، كلنا عارفين الاربع حروف دول اللي هم منهم اللي هو دول النيوكليوتايد سيكونس، صح كده؟ اللي هم بيتجمعوا مع بعض ويعملوا لك الستراند. تمام؟ يبقى انت عندك اللغه اللي بيفهمها دول الاي والتي والجي والسي، الاي مع التي والجي مع السي، واحيانا في الار ان اي بنشيل التي ونحط اليو بدل الثيمين نحط الايه؟ اليوراسيل. تمام؟ طيب صاحبنا ده مش هنقول بقى اي يو سي واي جي سي والكلام ده، لا بلاش ايه لعبك. تمام؟ هل
شايل الشفرة معكوسة زي ايه؟ انت ماشي في الشارع دلوقتي تمام؟ ولقيت عيل صغير ابن 3 سنين كده وانت ماشي يقولك رجعت تقول انت ولا انت بتشتمني ولا ايه؟ ما تقول كلام مفهوم يا روح لشوف حد كبير يفهمني انت بتقول ايه. الواد الصغير اللي بيقولك انت ما فهمتش منه حاجة هو ده النيجاتيف، يعني انا ما فهمتش هو عايز ايه، مش عارف اقرا اللي هو بيقوله، مش قادر اترجمه، يبقى ده مستحيل يروح للريبوزوم ويترجم. يترجم ازاي اصلا وانا مش فاهمه هو بيقول ايه؟ تمام. انت رحت قلت له ايه؟ روح يا ابني نادي ابوك. ابوك ايه؟ راح قال لك هو بيقول لك انت عيل غتت. الله يكرمك يا عم الحاج، الله يبارك لك، يا ريتك ما كنت جيت. ابوه ده هو الكومبلمنتري ستران اللي جه قرالي دي عدلها لي وخلاها لي بوزيتيف، خلاها لي يقول لي ايه؟ انت واد غتت. لا انا كده عرفت ان انا غتت، خلاص مش مشكله بصرف النظر انا غتت ولا لا، بس انا فهمت انا بيتشتم بيتقال لي ايه، يعني ما يعني اتشتم وكمان ما اعرفش انا بيتقال لي ايه. تمام. يبقى ده الكومبلمنتري ستراند تمام اللي جه قرا لك الشفره المعكوسه دي. تمام. يبقى اي حد عليه شفره معدوله ينفع تترجم، يعمل لها يحصل لها ترانسليشن وتبقى بروتين، تترجم لبروتين اسميه بوزيتيف سينس، يعني عليه شفره معدوله. تمام. طيب هقول لك على نفس المثال، لو انت دلوقتي معاك فلوس وعايز تشتري حاجه، هتديها للواد ابن 3 سنين اللي هو بيقول لك انت ما فهمتش ولا حاجه، ولا هتديها لابوه؟ لا الطبيعه اديها لابوه. ليه؟ لان هو بيعرف يتكلم، هيعرف يعبر عن نفسه ويقول هو عايز ايه، صح؟ يبقى انا يوم ما ابعت الريبوزوم ابعت النيجاتيف ولا البوزيتيف؟ هبعت البوزيتيف طبعا. ليه؟ لان انا عايز اجيب حاجه معينه، عايزها تحصل لها ترانسليشن، تترجم وتديني بروتين تمام عشان اكمل اللي بعمله. تمام. انا مش عايزها تديني حاجه غلط او ما تترجمش. الريبوزوم ده مش قاعد بيهزر معاك، لا ده الريبوزوم ده عايز حاجه تروح له اللي هو الام ار ان اي. يبقى من الكلام اللي انا قلته ده تطلع قانون ان الام ار ان اي لازم يكون بوزيتيف سينس. الام ار ان اي لازم يكون بوزيتيف سينس، ما فيهاش كلام، ما فيهاش كلام. الام ار ان اي لازم يكون بوزيتيف سينس. ده راجل رايح الريبوزوم يحصل له ترانسليشن يترجم، مش هيروح يلعب معانا احنا ويقول لنا اصل ويقعد يتهته. لا انا عايزه كده ابو الواد اللي جه قال ده بيقول لك انت واد غتت، هو ده اللي يروح يترجم اللي هو البوزيتيف سينس. الواد الصغير اللي انا ما فهمتش كلامه ده نيجاتيف سينس، عليه الشفره معكوسه مش عارف اقراها، مش هتديني حاجه حتى لو بصيت عليها مش هتديني. وما اجيب ابوه، اجيب له حد، اجيب الكومبلمنتري بتاعه يقراه ويديني بوزيتيف سينس. تمام. يبقى اللي عليه شفره معوجه او معكوسه ما ينفعش اعمل لها دراسه او مش فاهمها بديله نيجاتيف. هسيبه؟ لا، اروح اعمل له كومبلمنتري ستراند. الكومبلمنتري ده بقى يبقى عليه الشفره معدوله ياخد بوزيتيف. تمام. طيب ودايما الام ار ان اي يبقى بوزيتيف سينس لانه بيروح يحصل له ترانسليشن ويتحول لبروتين. طيب انت عندك الدي ان اي دبل ستراند، فرده نيجاتيف صح كده، فرده نيجاتيف وفرده بوزيتيف صح كده. طيب دي عليها الشفره معدوله ودي عليها الشفره معكوسه. طيب تفتكر الام ار ان ايه اللي هيروح يشتغل اللي هو على الشفره المعدوله ده، ده هيكون ترانسكريبت من ايه؟ نسخه من ايه؟ ها ده اتعمل نسخه من النيجاتيف صح؟ النيجاتيف اتعمل لها كومبلمنتري بها بوزيتيف صح؟ ايوه انا لازم البوزيتيف عندي هو اللي يروح يترجم. طيب عندك الار ان ايه ده سنجل سترين، يا اما يكون واخد اصلا السنجل سترين يكون واخد البوزيتيف بيكون بوزيتيف، الستراند الواحد يكون بوزيتيف ما هو سنجل ستراند، وده ممكن يروح يشتغل كام ار ان اي، يشتغل كام ار ان اي. يا اما لو الار ان اي الستراند بتاعه الواحد عنده ستراند واحد نيجاتيف يروح نجيب له واحد يقراه اللي هو يعمل له كومبلمنتري يبقى ايه بوزيتيف وده يشتغل كانه ام ار ان اي. تاني سريعا البوزيتيف والنيجاتيف سينس، النيجاتيف سينس ده عليه الشفره معكوسه، انا مش عارف اقراه، مش عارف اوصل لحاجه، مش بيديني حاجه. تمام. نو سنس، مش عارف هو بيقول ايه، زي الواد الصغير اشتمني ما عرفتش، قاعد يهبهب ما عرفتش هو بيقول ايه. لما جيت ابوه بقى تمام، ابوه نيجاتيف سنس راح ايه ده بيقول لك انت عيل غتت صح كده، ده كده ترجم لي بصرف النظر انه غلط فيا، بس الراجل ترجم لي عرفني الدنيا فيها ايه. لو انا معايا فلوس وعايز اشتري حاجه هديها للواد الصغير ولا الراجل الكبير؟
اللي بيعرف يتكلم وناضج، لا الواد الصغير ده هيروح ما حدش هيفهمه، لا اركن انت. تمام، اروح مديها للايه، للكبير. يبقى الكبير ده اللي هيروح يشتري الحاجه، هو ده اللي هيروح يحصل له ترانسليشن، يتحول ويترجم لبروتين. يبقى ده لازم يكون بوزيتيف. بوزيتيف يبقى عندك قانون من هنا، الام ار ان ايه لازم يكون بوزيتيف سنس. تمام، طيب النيجاتيف ده، النيجاتيف سنس ده بنشوف له كومبلمنتري، حد يقراه زي ما جبنا ابو الواد ترجم لنا هو قال ايه، قرالنا الواد قال ايه. تمام، فبقى نسخه حصل له كومبلمنتري منه. تمام، بقى ده نيجاتيف وده ايه بوزيتيف، والام ار دي لازم يكون ايه بوزيتيف سنس. تمام، طيب عشان يروح يترجم. طيب اخر حاجه معانا بيقول لك ايه بقى، انت عمال تقول لي ام ار ان ايه وار ان ايه اسفه ودي ان ايه وجينيتك ماتيريا. طب الجينيتك ماتيريا دي مالها؟ عادي يعني، اول حاجه بتخطر في بالي ان هي الكاري جينيتك انفورميشن، يعني عادي هي جينيتك، يبقى عندها الجينيتك انفورميشن بتاعتي بتاعت الخليه بتاعت الكائن ده. اما ليه ما انا الجينيتك انفورميشن بتاعتي الكائن بتبقى كاري على ايه؟ هو على الدي ان ايه الار ان ايه. تمام، طيب من ضمن الجينيتك انفورميشن اللي بيحملها النيوكليك اسيد بتاع الفيروس ان هو بيكون السبب في الفيريلنس. الفيريلنس يعني ايه؟ يعني انه يخليه انفكشوس ايجنت، يخليه يعمل مرض. تمام، طيب حلو قوي. يعني دلوقتي بتقولي لي النيوكليك اسيد بتاع الفيروس سي ان اي كان يا الار ان اي دي ان اي مسؤول عن الفيريلنس. طب انا دلوقتي لو لقيت فيروس من غير النيوكليك اسيد بتاعه، من غير النيوكليك اسيد بتاعه بنسميه كور لس، ما فيهوش نيوكليك اسيد، هل يا ترى ده يبقى انفكشوس؟ ها؟ لا طبعا. ليه؟ ما هو انا اصلا شايل الجزء الانفكشوس اللي هو النيوكليك اسيد، يعني انا مخليه عباره عن بروتين بس، بروتين كود بس، وشلت النيوكليك اسيد اللي جوه. تمام؟ طيب سواء حصل كده عن عمد او عن غير عمد، عمد او غير عمد، ايه عمد او غير عمد؟ عن غير عمد اثناء، احيانا اثناء الريبليكيشن ممكن في الفيرال بروتين بيخرج ما بيكونش لسه اتحط جواه النيوكليك اسيد. تمام، طيب طب ما احنا نقدر نعمل ده، طب واعمله ليه؟ طب ما انا لو خدت البروتين او الكبسيد او البروتين كود بتاع الفيروس ده من غير النيوكليك اسيد بتاعه وحقنتك بيه، طب ما انا كده اديتك اميونيتي، مش انا كده اديتك فاكسينيشن؟ هعتبر ان البروتين كود ده او الكبسيد ده كانتيجين. تمام، هدخله جسمك يتعرف عليه، خدت اميونيتي، يلا يبقى كده كسبنا، صح كده؟ يبقى انا البروتين كود ده لو الفيروس عندي ممكن اشيل الدي ان النيوكليك اسيد بتاعه واخليه بروتين كود بس واحقنك بيه، يبقى انا كده كاني عملت لك اميونيتي اللي هي الايه الفاكسينيشن. تمام، طيب واحد بقى طبعا ناصح وقاعد كده يقول لك ايه، الله يعني انت عندك كده البريانز ده انفكشوس بروتين، بروتين بس، يعني انا كده لو شلت النيوكليك اسيد من الفيروس يبقى حولته لبريند؟ اقول له لا، الله يبارك لك، بلاش الافكار الجهنميه دي. تمام، ده حاجه وده حاجه، ده مخلوق وده مخلوق، ده كاتيجوري وده كاتيجوري، ده يمين ده شمال مالناش دعوه بيه، ده جروب وده جروب تاني خالص مالناش دعوه بيه. تمام، يبقى مش معنى ان انا شلت النيوكليك اسيد من الفيروس ان انا حولته لبريند، لا انا ماليش دعوه، البريند ده حاجه ثانيه، انفكشوس بروتين ماليش دعوه بيه. تمام، يبقى انا عندي هنا الفيرولنس دي بيكون السبب فيها النيوكليك اسيد. تمام، فانا لو شلت النيوكليك اسيد خليته كورلس، يبقى انا يبقى الفيروس ما بقاش انفكشوس واقدر استعمله ان انا احضر منه فاكسينيشن ضد الفيروس ده. تمام، طيب كده خلصنا النيوكليك اسيد، النيوكليك اسيد بتاع الفيروس. المره الجايه ان شاء الله هنكمل الكابسيد والانفلوب. عايز الناس تقول لي انطباعها ايه عن اول مره ناخد فيروس، وهل الدنيا ماشيه معاكوا؟ الطريقه سهله، نكمل على نفس المنوال زي البكتيريولوجي؟ ادوني برضو ارائكم عشان نشوف لو في حاجه نعدلها. تمام، وكده خلصنا النهارده، وان شاء الله المره الجايه نكمل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.